مع خطواتك الأولى على هذه الأرض تجد نفحات القرآن الكريم تخرج من بين طبيعتها الساحرة. هي قرية البردعة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية التي كانت شاهدة على مولد الشيخ محمد الصيفي أبو القراء وأحد رموز مصر دولة التلاوة. الشيخ الصيفي كان بيجي يسأل عن الناس على القريب وعلى الغريب. الشيخ محمد الصيفي كان بيطلع عملية الكتاب لأن ما كانش فيه مدارس في القرية. بقى الوصل من اللي يقدر يعلم ابنه يعلم ابنه، أهم حاجة القرآن. بل الإنسان على نفسه بصيرة. قرية البردعة تعتبر من أحسن قرية في القليوبية حافظة قرآن كريم، وده يعني حاجات متأصلة في البلد من زمان. شيخ الصيف دي عالم من أعلام قراءة القرآن الكريم. ومن المسجد العباسي بالبردعة إلى مسجد فاطمة النبوية بالقاهرة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين، هي رحلة قرآنية للشيخ الصيفي استطاع خلالها أن يترك سيرة روحانية عطرة في آذان كل من جلس بجواره ليستمع إلى تلاوته لآيات الذكر الحكيم.